إيش أقول لك بصراحة، له منظر حضاري ثانيا، وله صحي بصراحة. هذا وباء، وحنا شفنا حشرات وشفنا طيور وأشياء غريبة يعني عرفت منها المكان، زاد الريحة الكريهة اللي قاعد تطلعها السيئة وأنا أخوك ثلاثة، ما تقدر حتى أنك مثلا تتلفها مثلا ولا أنت تغطيها. معلش هو كسب الأجر، بس أنا أحاول أني أنا أحمي نفسي وأسرتي وعائلتي وجيراني. والله تأذينا منها، والله إحراج من جيراننا، والله نشوفها، ولكن لا حول ولا قوة يعني. يعني إذا كان قلنا مثلا نحن يعني ننذرهم أو شيء، خايف نزعل علينا أو شيء أو نتحاور معهم، ولكن عاد لا حول ولا قوة، ما نقدر نسوي معهم أي شيء. أما إنه يحطها بالطريقة هذا في الشارع، لا تطلع منها الفيران، تطلع منها الصراصير وتدخل بيوتنا. بقايا الأكل وبقايا الخبز أتمنى أنه يوضع لها يعني أماكن أو مواقع محددة، وهذا دور الأمانات. لهذه رسالة لأمانات المنطقة الشرقية، أنه توزع في كل حي حاوية تضع فيها يضع فيها السكان بقايا الأكل والخبز. وأيضا الدليل الرسالة الأخيرة هو للسكان، بقايا الأكل لما ترميها عند بيتك أو في أي مكان، تأكد أنه هذا فيه ضرر لسكان الحي.